نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. سعيد هذه الحل نغلب همنا وسعيد لفانا لو جاء استشار. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في فقرة حوارات تربوية ومع أحد ضيوفنا المتخصص في هذا المجال وأحد رواده فضيلة الدكتور صالح الدقلة. أهلا وسهلا فيك دكتور صالح. حياك الله ومرحبا. أهلا وسهلا بكم السادة المشاهدين والسيدات المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. سعيدين جدا بتواجدك دكتور صالح وننطلق في حوارنا لهذه الفقرة والمتعلق بالحوار في الأسرة وأهميته على الأسرة بشكل عام وعلى أبناء الأسرة. تفضل نحن نسمع منك الآن. نعم. أول محور. المحور أول دكتور ودنا نتكلم على موضوع حدود الحوار بين الآباء والأبناء. هل هناك محددات في الحوار؟ هل هناك حدود الأبناء لا يجوز لهم أن يتجاوزوا هذه الحدود؟ والآباء أيضا بشكل آخر هل هناك حدود معينة ممكن الآباء يعني في قضايا قد يناقشون فيها أبناء وقد قضايا تعتبر كبرى أو خطوط حمراء لا يمكنهم فمحددات الحوار هذا هل أو هو مفتوح بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأنا أحييكم وأحيي السادة المشاهدين والمشاهدات جميعا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. فله الحمد سبحانه وتعالى على أن أطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا مسلمين وجعلنا آمنين. الحوار بهذه الصورة العامة لا تستطيع أن تحده، لكن الذي تستطيع أن تتكلم عنه هو ملابسات الحوار. فكل حوار له ملابسات، هذه الملابسات هي تجعل منه مفتوحا إلى أمد أو غير مفتوح أو مغلق أو له حدود معينة. فعلى سبيل المثال لا مجال للحوار في القضايا المحسومة التي تم الاتفاق عليها مثلا مسبقا. جميل. فالتنفيذيين عادة ينفذون. نعم. يناقشون قبل اتخاذ القرار، فإذا اتخذ القرار وجاء التنفيذ النقاش في أفضل طرق التنفيذ، ما نناقش في القرار هو صحيح ولا خطأ. نعم. تجاوز مرحلة النقاش. جميل. نفس القضية في الأسرة، ففي قضايا تطرح للنقاش الآن النقاش فيها لا حدود لها مفتوح. جميل. ولكن ملابسات الحوار تفرض علينا آداب، تفرض علينا سلوكيات معينة. أكيد. أكيد. تفرض علينا قيم معينة. هذا لا شك موجود. جميل. لكن إذا تجاوز الحوار إلى مسألة التنفيذ وبدأنا ننطلق في هذا المجال قد يحتاج الأب إلى أن يقول هذا الموضوع لا نقاش فيه، انتهينا. صحيح. بعد أن وضحت فيه الصورة للسبب. هناك ذكر عبارة وقاعدة ذكرتها وإشكالية. نعم. ذكرتها عند الآباء. مشكلتنا نحن في البيوت أننا نربي وندير في آن واحد. كيف هذا دكتور؟ المدير مسؤول عن إجراءات معينة، عن أوقات دخول وخروج ونوم استيقاظ. نعم. ومسؤول عن حركة مسموح وممنوع وصرف. تمام. وكذلك توفير وترشيد وكذلك مهام في البيت يجب أن تنجز مذاكرة. نعم. نظافة، ما يتعلق مثل هذه الأمور كلها، المحافظة على ممتلكات البيت، هذه كلها قضايا إدارية. متابعتها إدارية. نعم. وملزم بها الأب في البيت والأم، هذه مسؤوليته. صحيح. فالمقابل يحتاجون ليربون أبنائهم، يربونهم على الإيثار، على المحبة، على الدين، القيم، وعلى القيم ككل. على التربية في نفسها طويل. صحيح. والإدارة نفسها قصير. كيف يستطيع الأب في ورطة الآن؟ أنا يعني الأب بالفعل الآن في ورطة، يبغى يدير بيته بشكل منظم وما عنده مشكلة أن يربي على المدى البعيد. طيب إذا كان ولدي يسهر خارج البيت ورأيت أن أفضل طريقة لمعالجة هذه القضية السهر أني أتحاور معه. نعم. وتناقش معه وأخذ وأعطي معه إلى أي مدى؟ على مدى شهرين ثلاثة حتى يبدأ يتحسن وضعه. خلال الشهرين الثلاثة هذه هل سأسمح له يبات خارج البيت؟ هنا قضية إدارية كمسؤول مدير. نعم. هذه إشكالية الآباء. جميل. وهذه معاناة الحقيقة. الحوار يحسم هذا القضايا. ولذلك أنا أحتاج حوار في بعض الجزئيات وأعطي حرية فيها، لكن بعدها أن تتحول إلى قرارات سأتولاها كمدير. جميل. وليس كمربي وتولى متابعتها، وإذا حصل بها خلاف نعود ونتحاور في الخلاف البسيط هذا حتى نستمر كذلك في الطريق. هذه بعض الأشياء التي تكون سهلة ومحددة تحدد لنا الحوار. طيب مثلا تتعلق مثلا بقضايا مثلا الدينية أو العقدية، هل هناك مثلا حوار؟ هل الأب يفتح صدره لسماع بعض الآراء مثلا الدينية من أبناء؟ هل يأخذ ويعطي معهم من ناحية تربوية ننظر لها من منظور تربوي؟ هل هي مفيدة للابن أو أنه مثلا إذا قال هذا حرام فحرام ولا نقاش؟ قضايا العقدية والدينية والقضايا النفسية. نعم. لا ينبغي أن تترك في نفس الطفل أو نفس الشاب أو الفتاة دون جواب. جميل. فتح الحوار فيها لنعرف ماذا لديهم. واحدة من قواعد الحوار المهمة أن نحاول نفهم كيف يفكر هؤلاء وماذا يريدون وما هي الاحتياجات والنواقص التي موجودة عندهم. يصير. فإذا فهمنا ما هو بالضرورة حنا اللي نجاوب. صحيح. قد نسأل من يعيننا على الجواب. جميل.
قد ندله هو إلى أن يبحث هو بنفسه على الجواب. المهم أن نريد أن نفهم ما الذي يدور في ذهنه، لأن هذا الحوار يكشف لك العقلية التي أمامك. عندما تكتشف العقلية التي أمامك فإنك تستطيع أن تحدد من أي طرق تأتي إليها، أو بعبارة أخرى من أين تأكل الكتف. أغلاق باب الحوار فيها وعدم السماح نهائيا في مثل هذه القضية يجعل الشاب أو الفتاة لا زال عنده سؤال ليس له جواب. هذا الباب أغلق أن يحصل منه على جواب، سوف يبحث عن باب آخر. الباب الآخر قد ما يكون صحيح، قد ما يكون جيد، قد يدخل الإنترنت، قد يجد بعض المواقع المضللة، قد يجد بعض دعاة الضلال، أو بعض دعاة الإغواء والإغراء، أصدقاء السوء، وأصدقاء السوء، وقس عليها سواء في الأخلاق ولا في الجانب الفكري. نعم. وبالتالي سوف يعطون إجابات عقلها ليس في شيء، سيقبل الإجابة يراها هي صحيح. بعد أن تتكون عنده قناعات معينة تأتي أن تتحاور، طب لما حاورت أول؟ صحيح. لما كان فعلا ليس عنده مصدر للتلقي إلا أنت. يا سلام. إذا القضايا الدينية أنه تسمع وليس في الحوار فيها. ما في بأس. السؤال لا نسمح أحيانا مثلا بالتجني عليها، لا نسمح أحيانا بالحديث عنها بما لا يليق. أي قد نقول لكن نبين أن هذا لا يليق ونمنع، لكن لا يعني أن عدم السماح لا نبحث عن أجوبة تساعدنا على أنه ما يفكر أنه يتهكم أو يتجاوز أو يتخطى الحدود المشروعة. أيضا نحتاج إلى العلم، نحن مربون يجب أن نربي، ولا يوجد مثل المعرفة والحوار والعلم. يا سلام. سواء العلم الذي نملك الآباء أو أمهات، ليس مطلوب منهم أن يعرفوا كل شيء، لكن مطلوب منهم أن يعرفوا من أين يأتوا بأي شيء. يا سلام. هي عبارة قاعدة يعني أتمنى كل أب ليست مسؤولا أو ليس مطلوبا منك أن تعرف كل شيء، لكن مطلوبا منك أن تعرف من أين تأتي بأي شيء. جميل. دكتور أودي نأخذ بعض أيضا القضايا المهمة، موضوع الاستعلاء الوالدين في طريقة حوارهم مع أبنائهم، هل هي طريقة صحيحة وغيرها، وبعض أيضا قضايا النقاط الأخرى، بس بعد الفاصل دكتور صالح. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ولا نعود. أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. تغريدات. أطفالكم يبحثون عن الأمان في نظراتكم وأقوالكم وأفعالكم، أشعروهم بذلك حتى يبوحوا لكم بأسرارهم. أبو عبد المحسن العناني. فؤاد الباحثين أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ومع فقره حوارات تربويه ومع الدكتور صالح الدقله. اهلا وسهلا. حياك صالح. دكتور صالح، قبل الحوار قبل الفاصل تكلمنا عن موضوع الدورين التي يعني يشغلهم الاب، دور المربي ودور الاداري في نفس الوقت. هل الدور الاداري للاب يسمح له مثلا او يسمح للوالدين بشكل عام الاب والام انهم يتقمصوا دور الاستعلاء في التعامل مع ابنائهم، في القاء فقط الاوامر وعدم انتظار ردود افعالهم؟ لا أريكم إلا ما أرى، افعلوا كما أريد، ولا مجال لتقبل رأيي. هل هذا ممكن أن تعتبر من الحزم أو أنها لها أثر سلبية؟ إحنا نخلط بين قضيتين إحنا في التربية، بين أن نعلم ونؤدب الولد على أن يعرف قدره، وبين أن وجانب آخر أن نشعره بأنه حقير. فنأتي نعلم الابن أو نعلم الفتاة أن تعرف قدرها. وتعرف أن قدر الأبوين عالي، أو قدر العلماء عالي، أو قدر فئة من الناس عالي، نريد أن نعلمهم هذا، ولكننا نمارسه بطريقة كأننا نريد أن فنشعره أننا نحتقره. يا أخي الحبيب، ردود أفعال الأبناء مبنية على طريقة استيعابهم لما نفعل. فإذا استوعب من حوارك أنك تريد إهانته، سوف يكافح من أجل استرداد الكرام، وسوف يكافح بقلة الأدب أو بسلوك التمرد. يا سلام. لماذا؟ لأنه فقه من هذا الحوار أنه يراد له إنزال القدر، سيكافح من أجل الكرام. كل صاحب حق مسلوب من حقه تتوق نفسه إلى المطالبة بهذا الحق والحصول عليه، وسوف يحصل عليه بما يفهمه، بالطريقة التي يفهمه وبالطريقة التي يقدر عليها. فالجاهل يحصل عليه بطريقة جاهلة، والعاقل يحصل عليه بطريقة عاقلة. وبما أنهم أبناء وبما أن خبراتهم في الحياة قليلة، فسوف يكافحون من أجل كرامتهم بطريقة غالبا غير عاقلة، إذا افترضنا فيهم أنهم لا يفهمون. إذا افترضنا، وإذا افترضنا أنهم عقلاء وأنهم جيدون، فما الداعي لاحتقاره؟ جميل. الحوار يا أخي، نعم، أنا أستطيع أن أحاوره وأشعره بالاحترام. نعم. لكنني أشعره باحترام شيء آخر. مثال،
لما جاء الرجل الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن لي في الزنا. بمجرد أن تسمع أنت الآن في مجلس من مجالس أحد الفضلاء وأهل العلم رجل يسأل عن الزنا ولو سأل عنه باللهجة البلدي الآن نحن عايشينها ليس بكلمة الزنا، استخدم العبارة الدارجة التي لا يجرؤ أحد أن يقولها، إلى أي مدى الناس سوف يتعاملون معه وماذا سيكون حاله؟ وهذا استجابة طبيعية عند الناس، فإن الناس لا تحب الفحش في القول طبيعي، خاصة في المجالس المحترمة والموقرة. صحيح. وهذا ما شعر به الصحابة آنذاك في جلسة النبي عليه الصلاة والسلام، مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فأدناه النبي، الآن انظر إلى الحوار. طيب. النبي يريد أن يبين له شيئا ويريد أن يحترم أشياء كثيرة، حقوق الآخرين، يحترم الشرع، يحترم المكان الذي هو فيه، ولكنه لم يشعره هو بالاحتقار. قال أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ هذا وضع يده أتحبه إلى أن دعا. كلمة هذا الحوار حوار فيه احترام للطرف الآخر، فلم يشعر هو بأنه محتقر ولا يحق له أن يحاور. هذا الاحترام مع هذه الرحمة الحانية بوضع اليد وبهذه الطريقة، هذه ملابسات الحوار جعلته لا يكافح من أجل الرحمة ولا يكافح من أجل الكرام، هو يريد الآن فقط أن يصل إلى الحقيقة، لأنه الآن شعر أنه بحاجة إلى ما عند النبي عليه الصلاة والسلام. خل حبيب، نحن نستطيع بعبارات معينة أن نحدث فجوة بيننا وبين الذي أمامنا. أنا أريد أن أسأل سؤال، الذي يحاور يحاور من أجل ماذا؟ ليس من أجل وصول لنتيجة؟ أكيد نتيجة هذه مطلوبة من الطرف الثاني. صحيح. اقتنع أو ينفذ أو يقبل أو يرفض أو يتحمس أو يتوقف، احنا نطلب من السلوك، وذاك نحاور من أجل أن نصل معي الاتفاق. نعم. عمرك شفت واحد يبغى يحصل مع شخص على اتفاق ويحط بينه وبين حاجز؟ مستحيل. فلماذا تجعل الحوار هو الحاجز؟ الحوار قناعة. صحيح. الحوار قنطرة موصلة لل قنطرة، لكن القنطرة شوف الجسر يا أخي حبيب، جسر بيني وبينك. نعم. سيكون مثلا نفترض أن هذا الجسر طرفه هو عندي والطرف الآخر وين يكون؟ عندي أكيد. طيب إذا حطيناه بالعرض نحن نوصل بعض. صحيح. صحيح. لا تجعل الحوار في العرض. يا سلام. وبالتالي تبقى قضيته الاستعلاء منين يحصل؟ الخلط عندنا احيانا ان نخلط بين قدرنا وكيف نتكلم بهذا الوقاح. انا اقول للاخوه المشاهدين فرقوا دائما بين اداره الموقف واداره الحاله. اداره الموقف ياتي رجل سفيه فيتكلم معك بسفاهه فتتحمله وتوسع صدرك له وتحلم عليه حتى يفهم، فاذا فهم الان تريد ان تؤدبه. يمكن في جلسة أخرى أو في لقاء آخر أو في نهاية اللقاء تتكلم معه، كان ينبغي ألا تتكلم بهذا الطريق. جميل. كان ينبغي ألا تتكلم بعد أن تمتص غضبه وبعد أن أعرف عن بعض المسؤولين الكبار أنه يعني ونبأ وصله خبر عن عمل معين غير مرغوب، فاستدعى الشخص المسؤول، فلما استدعاه وذكر له وش عندكم؟ قال عندنا كذا 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 كذا، فناقش حتى فهم، فلما فهم واقتنع بكل شيء قال أليس من الأدب أنك كنت أتيتني في البداية وتناقشنا ومشيت لك هذا القرار بدون مشاكل؟ جميل. يقول رجل خجلت من نفسي، لكن لو من البداية قاموا من حقك ومن سمح لك أصلا تناقش في هذا القضايا كان صفي يعني. بالتالي يبحث عن قنطرة أخرى غيرك، يبحث عن باب آخر غير بابك المغلق مباشرة. الناس لا يمكن، الماء يا أخي إذا أغلق عليه باب يخرج من أي منفذ يجده. صح. لو بعيد سنوات تجد يرشح لمكان معين وانت تتوقع انه انصرف ولم ينصرف. وكذلك التعامل مع الابناء لا سيما اذا كان هؤلاء الذي تتعامل معهم احرار في النفوس. حريه شعور ليست شيء اخر، لا لون ولا جنس ولا، الحريه شعور. نعم. اذا كان يشعر في نفسه انه حر وتقيد حريته فلن يبقيها، يكافح منها، سوف يبحث يوما من الايام عن استعادتها. واذا كان جاهل. نعم. اذا كان قليل الخبره فكل من يعطيه راي سوف يقبله، وهو فريسة سهلة لمن يصطاد في الملعق. يا سلام يا سلام. طيب دكتور، إذا الحزم لو بغينا نأخذ مثل مبدأ الحزم، قد يكون الحزم بعد مثل ما قلت بعد ما تقنع وبعد ما تتفقون إلى قرارات معينة وعند مخالفتها أو عند اقتناع الطرف الآخر ثم يخالف، ممكن نطبق مبدأ الحزم مثلا. جميل. إذا كان الوقت يتسع، طبيب الأسنان لو جلس يراعي شعور المريض عند خلع السن أو عند حفرة وعملية الحشو الأسنان لن يسمع شيء، لكنه يعمل ذلك بحزم. قبل ذلك يعمل مخدر. صح. وبعد ذلك يحاول ويشرح له ما الفائدة ويعتذر إذا حصل بعض الإيلام بسيط. إذا كنت حازما فجأة حزمك محاط بعاطفة. يا سلام. أمثل الأخوان، تعرفوا البيز اللي تمسك فيه الدلة، قطعة من القماش نضعها عازل بينك وبين أبنك الشاي ولا الدلة ولا كذا حتى لا. إذا كنت حازما فالحزم فيه سخونة، يجعل فيها حاجة كده تلطفها حتى تستطيع الناس يمسكون بها معك. يا سلام. جميل جدا. طب دكتور آخر فقرة ودنا نأخذها أيضا دقيقة،
على العكس من الحوار هناك صمت للأسف يعاني منها كثير في البيوت، صمت عائلي، ما في حوار بين الأباء والأبناء، حتى الأبناء فيما بينهم ما في حوار، كل من لاهي بنفسه، كل من لاهي بمشاغله، فالصمت هذا أثره السلبي على العائلة. إيش ممكن يوصل انعدام الحوار في الأسرة؟ باختصار شديد، إذا ساد الصمت في البيت وفي الأسرة ولم يحصل تبادل للأفكار، فكل الخبرات اللي في رأس الأب وتجاربه، نعم، وكل الخبرات التي عند الأم وتجاربها سوف تبقى قنوات إسلامية مشفرة. الأب عنده خبرات جيدة خيرة، والأم عندها خبرات جيدة وخيرة، مثل القناة الدينية أو القناة التي توجهها ديني محافظة، عندها خبرات قدمها للناس. لو كانت القناة مشفرة تماما لا يمكن لأحد أن يصل إليها، تبث 24 ساعة لكن لا يستفيد منها أحد، صحيح، إلا المشتركين. من المشتركين عندنا في قنواتنا المشفرة في البيت مشترك استراحة والمكتب وزملائك على الجروب، أما أولادك ما عندهم الرقم السري اللي يصلوا إلى هذه القناة، وبالتالي يستفيد منك كل الناس إلا هذا الجمهور، هذا محروم اللي هو أحوج الجمهور الحقيقي الذي ينبغي أن يكون أول المشتركين، وله خصومات وله خصوصيات. مثلا هذا جميل على القناة، أنا أمثل بهذا طبعا، لا أسحب كلامي على القنوات، أنا مثلت بالقناة على الأسرة، كلام وجه الأسرة. فأنا أقول للأباء لا تكونوا قنوات مشفرة، تحدثوا عما تعرفون. يا سلام. طيب تقول الأولاد ما يستمعون، تجعل البيت مدرسة. البيت ليس مدرسة، أنا أعتب على بعض من يقدم برامج الأسرة يقدمها تمام مثل برامج المدرسة. حطوا جدول، حطوا مكافآت، وحطوا نجمة، هذا كلام المدارس. كل كيان له أسلوبه وطريقته. الأسرة تبقى أسرة، لا تمسخوها وتحولها إلى مدرسة، لا تحولها معهد، والمدرسة لا تحولها إيش إذا أسرة إلى بيت. جميل. ولذلك أقول اجعلوا البيت بيتا، سولفوا في البيت بس. يا سلام. سولف، ولكن ما يمر في السواليف هو نفس اللي ينقال في المحاضرة. يا سلام يا سلام. شكرا لك دكتور صالح الدقلة على هذه الدقائق الرائعة والممتعة جدا. شكرا لك دكتور صالح. شكرا جزيلا. الله يعافيك. الشكر أيضا موصول لكم أعزائي المشاهدين، كونوا معنا في رحلتنا التربوية ومع فقرات أخرى من برنامجكم دوائر تربوية. دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تهوى.